نشيل بداف الحصان بسرعه، ما بش وقت. قولوا لي ما فعلتوا في الحصات التعبير؟ انا كلمتكم امس تجهزوا لي موضوع عن التعبير، صح ولا لا؟ جهزتوا؟ اكيد جهزتوا؟ جهزته؟ سمعني، الايثار. الايثار خلق نبيل وصفه جميله يتحلى بها الفرد المسلم الذي حسبي الله ونعم. اتمنى تمر حصه ما حد يدق الباب. تفضل خل جلس خل. صباح الخير يا استاذ. صباح النور. صباح الخير، كيف حالك؟ ما انا قد اشكل والله، سيد الله بخير اليوم نشيط بكرت سبحان الله. عينك لهذا الحين يا سيد عظة؟ ايش به؟ الساعة 11 كل رضاك الله، قد اذن فاجي. بنقول لك الحصة الرابعة قد طوبروا. عينك؟ عينك؟ ها؟ عينك؟ انا كان معي عمل ضروري 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 جدا جدا جدا. اي كل يوم عذاب. ما احنا اليوم قد وصدق. ما هو؟ ها؟ ايوه ما هو عذرك؟ مهم جدا 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 جدا. بعد الامانة غسل يداك. خليني ادي له عذر. خليني ايوه ذكرت. قول ابي ايوه يتراين انه مسافر ايطاليا. تمام؟ ايوه وشهر رمضان. تاخرنا في المطار. ايوه تراين انه سافر ايطاليا. ابوك تراين وسافر ايطاليا. أيوة. وانت ما دخلك؟ أنا صرت أودعه، صرت أودعه وتأخرنا في المطار. أيضا تكلم بالصدق. يا الله. أين أنت لهذا الحين؟ الصدق الصدق. أيوه. أيوه. أنا كنت خاطي أنا وصاحبي جازعين في الطريق. بتذكر العذر، ما تتذكره. ما اسمعني إلى آخر وأحكم. وبعدها وإحنا جازعين في الطريق قعدت عليه خمسة. جيش دورة. وأنت ما دخلك. أنا كنت. لا يسمعني ما تجي. أنا كنت داسع له. انا كنت داسع له ودورت لو مجرد هو بيدور. تفضل. ها تفضل يلا تفضل. والله دورت اجلس وشل ودمله ورب القعبه كنت اضحك وانا داسع له. اجلس. طيب وقالوا لا نستخدم العصا. ايوه قالوا لا نستخدم العصا. ومن امثالك يستخدم واحد كم بمبه يضربك بيه. من الكلبه؟ ها كمبه. ايش فيك؟ ايش فيك؟ اين الزي حقك؟ لابس لي يعني ولا سعل؟ ما اقول. امي بتغسل انا. امي بتغسل الزي حقي بتغسل. ها وهذا دفتر. وهذا دفتر وهذه كتب. امي بتغسل هين. امي بتغسل. بتغسل الزي لكن هذا ما هو. بتغسل الغدوة يجي ونجده. خلاص. خلاص. قصر يدك. احسن. حول ولا قوة الا بالله. لا تنعس التعبي. لا تنعس علي التعبي. كران جمعتين طول اليوم في البيت وانا جمعت تعبين. اسكاز جهزت الواجب؟ انا اليوم فوق راسك. انا فوق راسك اليوم. جهزت الواجب؟ ايش تجيب ذا السندويش حقي. جهزت التعبين؟ اقرا. قبل التعبين اقرا التعبير يا عيسى. بسم الله. هم قد قريوا. ايوه. الآثام. ليه؟ ها؟ ما هو؟ حق أمس. الأثوام. الله ما ثور الله. لحظة استعجلوا تربشوني، لا تربشوني من الحس. الآثام. آثام. وهو يدي لك أبوك حق جعالة. الأيش الأيش؟ الآثام. الإيثار. ونسيته. الإيثار. الإيثار. لا تقزز. الإيثار. أيوة. وهو حينما يدي لك أبوك 50 حق جعالة. شوف حق جعالة تنوين حق جعالة. وتخطاف الراحة تخرج بالراحة وجنبك واحد دايت شمشمك مثل هذا. تقسم له نص الروتي وكما قال المثل لا جنبك واحد جاوع أديك له. الحمد لله الحمد لله. وين قد جاد وانت لعبته اول؟ ها
الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله ما ابتلاني الله بك. الحمد لله احمد يعني الله. الفصل من افضل الفصل من افضل الفصول داخل المدرسه الا انت. انت يا عيضه. انت يا عيضه. فعلت شفيف شفيك اليوم علي. صحيح مدرسه الانجليزي ادالك 10؟ ايش قاعد ادالك 10؟ حرام ما اداري 10. والله ما ادالي ريال، قال لك ادالي 10. كم جبت في الامتحان السابق؟ ايجي كم جبت في الامتحان السابق؟ 9. كم؟ 90. كم؟ 90. 90. 90. 90. ما يستحقش تصفيق هذا؟ ما في اباك. 90 مش معقول. اهتدوا. انا اعرف على الحفله اليوم. الله. 90. 90. في اي ماده؟ في اللغه العربيه 10، في الانجليزي 12، وفي اللغه العربيه 11. 90. المجموع 90. ايوه المجموع 90 ولا من دا 150 ولا حرايسي من 200، والله انت اختار. هذاك عند عمي ناجي. عند عمي ناجي هذا فصل. هذا فصل. خلاص خلاص خلاص. ابني 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 الناس من زملائكم في الدول الثانيه في الدول الثانيه قد بيخترعوا قد بيخترعوا. تعرف ما معنى يخترعوا؟ والله صدق في ايطاليا، ايطاليا على اليسار هذه في هذا السن قد بيخترعوا. ايوه ابي يخترعوا. قول لنفسك. انا قد اخترعت بالنسبه لي. اسال امهم. اخترعت الخباله؟ لا اخترعت موضوع قضيب. المهم اخترعت. شوف الاختراع حقي يا استاذ الله يحفظك. مثلا انت خاطي في الخط السريع. ايوه ومعك سياره. أيوه؟ بنشرت عليك السياره. جيت تبصر ما بيش معك تنقلص. بسيطة. كيف تفعل ما مش معك تنقل؟ بسيطة. انا اخترعت. بسيطة انا بسيطة. ادي بلوك ها؟ واطلع السيارة فوق وابعد التاير واصلح التاير. غلط غلط غلط. ارجع ورا واطلع فوق الرصيفة. غلط ما مش معك تنقلس ولا شيء ولا شيء بنشرت على. كيف تفعل؟ كيف افعل طيب؟ تجنب سيارة وتتسلف التنقلس حقك. بنشرت سيارة. اخترعتها وحدي. الحمد لله غير واحد يخترع في المستقبل. كيف حالك يا استاذ؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. حضرني العجله لحظه. حسبي الله ونعم الوكيل. بالله ونعم الوكيل. تحت جي هنا. ايش بعد؟ جي هنا. ما عاد عاد اخترع خلاص. تحت ورب الكعبه ما عاد اخترع اختراع. اي ايضا تعال. هلا هلا مالك علي؟ تحت مالك علي؟ مالك مالك علي؟ افتحتك لحظة. افتحتك مالك علي؟ قالوا ما نستخدمش العصا. ايوه ممنوع عصا. جي هكذا جي هكذا. ايش به؟ افتحتك. انا افدي ابوك. هذا اللي ناقصكم ها؟ يا صوت الله يرحم والدك. افتح يا عيضة. بسم الله الله اكبر. احرقت دمي يا عيضة. والله نحن مشاي. نفدي ابوك. دواخ دواخ يا اسد. دواخ يا مدواخ. يا استاذ نسيت ما اقول لك حاجه. ولا كتبت الواجب ولا حد عاد اقرا ولا حد تأدب في المصادر ولا حد. ما عاد جلس. ما عاد اجلس. اجلس. ما عاد اجلس شيء. اجلس. ما عاد ما تشتهي. اخلعني. اخلع. اخلعني مثل الغلغله. قرب. اخلعني من قيد ابنه. مالك عيضه؟ يس عيضه. اسكت اسكت. ديما ديما. ما هو مانجا حرام. ما اقوم الا بمانجا. مانجا 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 مانجا. قال لك ما حرام ما اقوم الا بمانجا مثل الناس. ما لا حد يديني ما مانجا. اي باكم مانجا. اي باكم. لما ما هو ديت له ما ولا كن ديت لي مانجا. اكل. تميتها يا استاذ. يا استاذ هاي يا سعد كمل الحصة. يكمل الوقت وعاد. احنا ما قد راجعنا شل الإذاعة. بكرة الإذاعة علينا بالذات الفكرة. قبل الإذاعة أنا موظب وقتي إنه قبل الحصة بربع ساعة نراجع الإذاعة. حرام إنه خلاص. أنا اليوم عندكم مراجعة ولا عاد أفلت لكم إلا مراجعة. قد وقت الإذاعة. أخذنا الاسم المفرد صح؟ أخذنا الاسم المفرد. لا اكتب لي اسم مفرد. بسرعة. أعرف وأنا رجالتك.
تضحكوا علي من الصبح. إذاعة. اصبر نمسنا المفرد. ايش هذا؟